عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاش نضال الصحفيين، عاش نضال الصحفيين، عاش نضال الصحفيين، عاش نضال الصحفيين. بارك الله فيكم وفي هذا الجمع الغفير. خاب ظنهم وحاصروا من حيث أرادوا أن يحاصرونا. خاب ظنهم وحاصروا من حيث أرادوا أن يحاصرونا. لا يمكن لأحد أن يحاصر الكلمة الحرة، ولا يمكن لأحد أن يحاصر نضال الجماعة استراتها كفاحة 50 سنة قبل إنشاء هذه النقابة، ثم 75 سنة وناضلت كثيرا، ليس من أجل حريتها، حرية الصحافة ليست حرية الصحفيين وليست حرية الإعلاميين، هي حرية الشعب المصري. الشعب المصري، هذه رسالة وجودكم اليوم لحماية نقابتكم والدفاع عنها هو رسالة إذا لم تصل فعلى هذه البلد السلام. نحن أصحاب حق، نحن أصحاب حق، نحن أصحاب حق وطلاب حرية، ولن نتسول حقنا في الدفاع عن هذه النقابة وعن حرمة هذه النقابة، وسوف يلقن كل من سمح بهذه الوقائع وهذه المهزلة سوف يلقن درسا لن ينساه. لا يمكن لمنتصر، لا يمكن لمنتصر أن يرى المهزوم أو يهتم به أو أنتم اليوم المنتصرون، وأنتم اليوم مصر كلها، أنتم تنطقون بلسان مصر، فلا تنظروا لما هو أدنى منكم. لو سمحت يا عزيزي، عندي معلومات.